ولا زلنا في الأقصر، حيث تستعد كلية الألسن بجامعة الأقصر لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، والتي تنطلق مع بداية شهر يناير المقبل. حيث أكد الدكتور محمد الجبالي عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر على اتخاذ كافة الإجراءات في سبيل راحة الطلاب وتيسير أداء الامتحانات لهم. والتفاصيل مع الزميلة إيمان حسن. عنهد كلية الألسن بجامعة الأقصر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، حيث تجهيز قاعة الامتحانات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات وفي أجواء مناسبة. طبعا جامعة الأقصر بشكل عام طبعا وكلية الألسن بشكل خاص بدأت الاستعداد مبكرا لاختبارات منتصف العام، يعني لسه الدراسة منتظمة إلى هذا الأسبوع، احنا مستمرين في الدراسة، ولكن الأساتذة طبعا بدأوا إعداد الاختبارات وفق الـ 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 يعني المبادئ الجديدة أو القواعد الجديدة اللي احنا وضعناها بتقسيم الأسئلة بين مقالي وموضوعي، ووضع في الاعتبار أن الورقة الامتحانية تغطي كل المحتوى اللي درسه الطالب، وفي نفس الوقت بالتيسير على الطلاب يعني ومراعاة طبعا عامل الوقت والامتحان ما يكونش فيه صعوبة. إن شاء الله خلال قبل نهاية هذا الشهر ويعني قبل بداية الامتحانات بعشرة أيام هتكون كل الاختبارات جاهزة ومتسلمة. بالنسبة لتوفير القاعات الخاصة بأداء الاختبارات، القاعات تم تجهيزها بالفعل يعني مناسبة جدا بالنسبة للعدد، الحمد لله بالنسبة عدد الطلاب اللي في الكلية وعدد ليس كبير يعني متوسط في حدود 160 أو 170 في الدفعة، فده بيدينا فرصة ان احنا نوفر قاعات جاهزة ومساحات وتهوية كويسة للطلاب. الامتحانات هتبدأ ان شاء الله يوم 9 وتنتهي يوم 24، بعد كده الطلاب هيبقى عندهم فترة مناسبة للراحة قبل بداية الترم الثاني ان شاء الله. بحمد الله الكلية مستعدة تماما لامتحانات منتصف العام، وكذلك الجامعة في استعداد تام لتلك الامتحانات. كل الأوراق متوفرة، كل الأمور جاهزة، القاعات جاهزة، ونحن على استعداد تام لتلك الامتحانات. ودائما في جامعة الأقصر وفي الجامعات المصرية ما نجهز لذلك من قبلها بفترة، بل بدأنا التجهيز للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بعد التجهيز لامتحانات منتصف العام. من كلية الألسن إيمان حسن.